إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا إخوة الكرام؟ أحوالكم إن شاء الله تكونوا بخير، بسلام، صحة وعافية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، بارك الله فيكم، لتتوصلوا دائما بأحدث فيديوهات هشام هاشم، وأيضا لدعمنا، بارك الله فيكم وفي صحتكم. اليوم بحول الله وحفظه سوف نبدأ في الدرس الأول كما وعدناكم البارحة بتاريخ 25 شهر 4 2018، عن طرق للربح في الأدسنس. فطبعا هذه الطرق التي سوف أشرح لكم طرق بسيطة جدا ولا تكلفك بأي، يعني لا تكلف بالمال أو أي شيء، تمام؟ فقط تحتاج إلى بعض الشروط وتطبيق العملية، وإن شاء الله سوف تجني لك أرباح إن شاء الله، تمام؟ طبعا سوف يكون هذا الدرس الأول، لأن هناك العديد من الطرق، وهذه الطريقة الأولى التي سوف أشرح لكم. طبعا سوف أذكر القوانين إلى آخره كي لا يقع الإخوان في المخالفات الخاصة بالأدسنس، ثم نبدأ مباشرة في شرح الطريقة، وسوف أحاول ما أمكن أن لا أطيل عليكم. طبعا إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب ومشاركتي، وأي سؤال سوف نجيبكم إن شاء الله. أولا يجب عليك أن تتوفر على بلوغ سبوت، يعني بلوغر. ليس بالضروري أن يكون عندك الدومين، يعني يكون بلوغ سبوت كذا. ثاني شيء تحتاج إلى زيارات، يعني تحتاج إلى لا بد من الزيارات، لا يمكن أن تربح بدون زيارات، تمام؟ البائع بدون زبائن لن يبيع أي شيء، هذه هي القاعدة، تمام؟ ثالث شيء يجب أن تتوفر على أدسنس عادي، تمام؟ أدسنس عادي ليس مستضاف. رابعا يجب عليك أن يكون في المحتوى الموضوع كما تلاحظون، يعني في الموضوع يجب عليكم أن يكون محتوى أزيد من 200 كلمة. لماذا؟ لعدم دخول في مخالفة سياسة أدسنس، تمام؟ إسحاق لا تهضر مع الناس. جيد. يعني مخالفة سياسة الأدسنس، يجب عليكم الحفاظ على المحتوى، يعني محتوى يكون أزيد من 200 كلمة. جيد، هذه النقاط يجب أن تتوفر عليها. الآن سوف نشرع في العمل، أو قبل أن نشرع في العمل سوف نظهر لكم الشكل الذي نتحدث عنه. أولا كما تلاحظون الزائر سوف يدخل إلى الموقع، سوف يجد إعلان في هذا المكان، وسوف يجد إعلان في هذا المكان، تمام؟ أنا وضعت فقط الصورة هنا، وهذا إعلان خاص بشركة يلكس، يعني كنت وضعته فقط هنا ونسيته. على أي سوف يكون إعلان بنفس القياس أو بهذا القياس، لك الاختيار. سوف تضع في هذا المكان، اضغط هنا لتحميل البرنامج، أو اضغط هنا لتحميل التطبيق، أو اضغط هنا لمشاهدة إلى آخره. فهذا هو البرنامج الذي سوف نتحدث عنه. فمثلا أي شخص سوف يدخل سوف يجد مثلا إعلان في الأعلى، إعلان في الأسفل، يحتمل أنه سوف ينقر على الأول والثاني، تمام؟ ثم الاحتمالية الثالثة حين يقوم بالنقر على هذا سوف ينتظر 25 ثانية أو 30 ثانية أو 40 ثانية على حسب الثواني التي سوف تضع أنت. في هذا التأخير ربما سوف يقوم بالنقر على في الإعلان الأسفل أو في الأعلى، لأنه سوف يبحث، يعني وهذه القضية أيضا تزيد في العائد لألف ظهور، يعني الزائرية يتأخر كثيرا في المدونة، ويكون الانتقال ديالو يعني في مصلحتك، تمام؟ يعني كما تلاحظون هو تم نقلي إلى موقع آخر، يعني بهذه الطريقة إن شاء الله. الآن سوف نشرح هذه الطريقة، ثم في الحصة الماجية إن شاء الله سوف نشرح طرق أخرى، وكلها طرق بسيطة إن شاء الله. أولا سوف نقوم بنسخ هذا الكود كما تلاحظون، هو هذا الكود، هذه الطريقة، وهذا الكود هذا. سوف نقوم بإنشاء مشاركة جديدة، هكذا تكون مشاركة جديدة من هنا، ثم يكون تأليف الـ HTML، سوف أختار الـ HTML، تمام؟ ثم سوف أضع كما تلاحظون الآن هو يظهر على هذا الشكل. سوف أتي في الأسفل أضع Ads، تمام؟ Ads هيا هنا، يعني سوف يكون الإعلان، تمام؟ سوف أتي في الوسط. جيد.
أنا سوف أقدم لكم الكود كاملا بهذه الطريقة. سوف أجعل أدس في الأعلى كما تلاحظون. ها هو الآن أدس هنا وأدس هنا، يعني إعلان في الأعلى وإعلان في الأسفل. جيد، يعني هنا وضعت الإعلان وهنا وضعت الإعلان. طيب في هذا المكان الذي مكتوب فيه ريفن هيت، ها هو ريفن هيت، سوف أقوم عامل بهذه القضية هكذا، قم بحذفه هكذا، هو كما تلاحظون هنا سوف أكتب لكم ضع الرابط هنا، تمام؟ ضع الرابط هنا في هذا المكان الذي مكتوب فيه ضع الرابط هنا، هو المكان الذي سوف يكون فيه الرابط الذي سوف ينقلكم إلى، سوف ينقل الزائر إلى المقصود، تمام؟ ثم 25 ثانية كما تلاحظون، تجعلها 30 ثانية، يخليها 5 ثواني، لك الاختيار، أنا خليتها 25 ثانية، تمام؟ ثم هذا المكان المكتوب اضغط هنا لتحميل البرنامج، ومثل كما تشاهدون هو هذا اضغط هنا لتحميل البرنامج، فأنت قم بتغييرها إلى ما تريد، تحميل لتحميل مثلا التطبيق. تحميل التطبيق هكذا، ثم بعد ذلك اعطيه تسميات او لا اعطيه تسميات، هذا شأنك. ثم سوف اكتب هنا تحميل تطبيق العاب الذكاء مثلا هكذا. جيد تمام، سوف اقوم ب الان سوف اقوم بنشره. قبل القيام بنشره بارك الله فيكم، شوف يجب عليكم ان تجعلوا بين الاعلان، هذا الاعلان تخيل معي هذه الصورة، وبين الضغط هنا مساحة، تمام؟ سوف اشرح لكم كيف، سوف اقوم بجعلها هكذا كما تلاحظون، قمت بتنزيلها، يعني اجتهاد الكود هذا بارك الله فيكم، كما تلاحظون هذا الكود كما تلاحظون ها هو بهذا الشكل، هو الذي يعطي مساحة، تمام؟ مساحة كي لا يكون مضلل. جيد، ثم بعد ذلك سوف نقوم بعملية نشر. هو الآن سوف يقوم بعملية النشر هكذا، هو الآن تم هذا الرابط، هو الشخص، أي شخص سوف يدخل سوف يجد أدس، يعني هذا هو الإعلان، وسوف يجد الإعلان الآخر، شوف المساحة التي تركت بينه وبين الثاني، ثم سوف ينقل على اضغط هنا وسوف ينقله إلى الموقع الآخر، تمام؟ سوف تجدون الرابط في أسفل الفيديو، في أسفل قناة اليوتيوب في الأسفل، تقوم بتحميله طبعا، وإن شاء الله سوف تقوم بتطبيق هذه العملية كما شرحت، وأعتقد الأمر سهل جدا، وأي سؤال طبعا سوف أجيبكم إن شاء الله لمن لا يعرف، يعني ولو شاهد الفيديو، يعني هذا مكان، وإن شاء الله انتظرونا في الفيديو الثاني إن شاء الله نفس الطريقة ولكن عكسية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.